ومباشرة من منتجع شرم الشيخ بمصر معنا السيد محمد بن عبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وشكرا جزيلا على الدعوة. أستاذ محمد، هذا اللقاء هو اللقاء 27. أولا لو نتحدث عن هذا الإطار العام لهذا اللقاء العالمي الهام. محطة شرم الشيخ تبقى من أهم المحطات العالمية، يعني من بعد 27 محطة كانت آخر قمة هي قمة غلاسغو، التي كانت يعني محط انتقاد مجموعة من الخبراء، مجموعة من الدول المتضررة، اليوم أصبح صوتها أكثر يعني مسموعا أكثر اليوم، لأن جميع خطابات اليوم اللي استمعنا لها طيلة يوم البارحة واللي استمرت إلى طيلة يعني صباح اليوم هي خطابات تجمع كلها أن تغير المناخ أصبح ظاهرة واقعية، وكل يعيش هذه الظاهرة، لا الدول المتضررة ولا الدول المساهمة في هذه الظاهرة ديال تغير المناخ، الكل أصبح خبيرا في المجال. جميع الخطاب الرسمية والخطاب ديال رؤساء الوفود المشاركة تبرز جليا أننا نعيش فعلا ظاهرة مناخية متسارعة، والكلمة ديال السيد الأمين العام للهيئة الأمم المتحدة كانت جد معبرة، لأن يعني أبرز بالملموس أننا سوف يعني نسير بسرعة نحو الجحيم أو نحو الفوضى يعني المرغوب فيها. هي قمة منظمة، تنظيم جيد، قمة تضم يعني وفود جد مهمة وتمثل حوالي 3000 إعلامي، 400 منبر إعلامي، يعني هي قمة التصويت الإعلامي، قمة اللي هي حاضرة بقوة الدول الإفريقية، ولكن لازم أنها تكون قمة لسماع الصوت الإفريقي، لسماع يعني الأضرار والخسائر التي تعرفها القارة الإفريقية، لأن اليوم القارة الإفريقية لا تساهم إلا بواحد 3% من انبعاثات ديال الغازات الدافئة، في مقابل ذلك هي الأكثر تضررا، وهذا اللي خلى اليوم البارحة الإعلان عن تحالف جديد. يعني في كل قمة هناك إعلان عن مبادرات وعن تحالفات، اليوم أمس الرئيس السنغالي برفقة الرئيس الإسباني يعلنان عن تأسيس تحالف جديد لمواجهة الجفاف وندرة الماء، وهو تحالف اللي تفضل. نعم أستاذ محمد، كما ذكرت الأمين العام للأمم المتحدة قال إن البشرية أمام خيارين، إما العمل معا أو الانتحار الجماعي، وهناك كما ذكرت إجماع على التحذير من خطورة الوضع. ماذا عن آليات التنفيذ بعيدا عن التحذير فقط؟ للأسف في كل قمة تكون هناك مخرجات، هناك توصيات، هناك مبادرات. نأخذ مبادرتين الأخيرتين، القمة الأخيرة قمة غلاسغو كان هناك مبادرة يعني للتخلي أو التدريج على الأقل عن استعمال الوقود الأحفوري وعن بناء مجموعة من المحطات التي تشتغل بالوقود الأحفوري أو بالفحم الحجري. كان هناك مبادرة أخرى لحماية الغابات وإنشاء غابات جديدة واستدامة والاستعادة هذه النظم الإيكولوجية الهشة. للأسف في قراءة لهذه الخطوات نجد أن الدول التي التزمت بهذه المبادرات لم تقدم شيء الكثير في هذه السنة، يعني منذ غلاسغو إلى شرم الشيخ لم تقدم كثير لهذه المبادرات، وبالتالي يكون هناك كما نقول دائما في كل قمة وفي كل مؤتمر تكون هناك اجتماعات، هناك مقررات، هناك مخرجات، ولكن صعبة التنفيذ. والأهم من هذا أن اليومنا هذا لا زالت مجموعة من الدول لم تحين مساهمة المحددة وطنيا، هي قمة يعني تنعقد في ظروف جيوستراتيجية صعبة، صعبة جدا. وتابعنا باهتمام يعني الخطاب الرئيس السيسي يوم أمس عندما دعا إلى يعني إلى إيقاف الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي يتبين اليوم أن محطة شرم الشيخ أصبحت محطة للسلام، ويعني والمحطة ديال أن التغير المناخ أصبح من الدرجة الثانية لدى الاهتمام ديال يعني المنتظم الدولي. نعم أستاذ محمد، كما ذكرت الشعوب باتت أكثر دراية حجم التحدي وتنتظر تنفيذ التعهدات. طيب في ظل هذه الظروف، ما هي القرارات والإجراءات العملية المستعجلة؟ نحن بحاجة إلى قرارات مستعجلة. صحيح، اليوم نحن في نعيش جل الدول، يعني لا الدول الأوروبية ولا الدول الإفريقية، مجموعة الدول تعيش يعني التمظهرات ديال التغيرات المناخية في ذروتها. اليوم إذا كانت الدول القارة الإفريقية تعيش جفاف وتعيش إجهاد مائي ونموذج من المغرب، إسبانيا، البرتغال، مجموعة الدول تعيش إجهاد مائي خطير والجفاف، كان هناك دول أخرى تعيش غمر المياه، الدول الجزرية أو الدول الساحلية تعيش ظاهرة غمر المياه، السواحل، الذوبان، الجليد،
القطب الشمالي هناك انهار جليديه يعني تنصهر بسرعه، هناك ارتفاع كما قال السيد الامين العام ارتفاع درجه الحراره يواكب ارتفاع في نسبه غازات الدفيئه في الغلاف الجوي. لازم اليوم اننا نكون يعني هذه القمه هذه تكون قمه حاسمه من اجل اخذ قرارات في صالح كوكب الارض، لان اليوم يعني وصلنا يعني المرحله الاخيره من تمظهرات يعني التغير المناخي. ما كاينش اكثر من تهديد الامن المائي والامن الغذائي يعني الساكنه ديال العالم، ونحن نقترب اليوم من 8 مليار نسمه. إلى جانب وقف ارتفاع درجة الحرارة، هناك اقتناع بأن كل الإجراءات تتطلب أيضا اعتمادات مالية ضخمة، وهناك وعود غير منجزة تعهدت بها الدول المتقدمة برفع مساعداتها للدول النامية إلى تقريبا 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020، وهذا لم يحدث أستاذ محمد. منذ قمة كوبنهاغن بالدنمارك يعني منذ يعني 10 سنوات 12 سنة، والدول تطالب اليوم بتفعيل هذه يعني هذه التمويلات. يعني هذا الصندوق الأخضر للمناخ لم يتم تفعيله إلا من طرف 3 أو 4 دول على المستوى العالمي، لم يتم الالتزام حتى بجمع هذه 100 مليار دولار سنويا، في حال أن حجم الخسائر التي تتكبدها الدول في مقدمة الدول الإفريقية تناهز 500 مليار دولار سنويا. وهذا يعني هذا هو الإيكار، يعني عندنا واحد الفرق شاسع ما بين الخسائر وبين التعويضات. اليوم لازم أن الدول يعني تتحمل مسؤولية الدول أكثر يعني انبعاثا لهذه الغازات الدافئة، يعني في مقدمتها الصين، أمريكا، دول الاتحاد الأوروبي، كندا، يعني مجموعة الدول التي تنبعث منها يعني غازات دافئة بقيم كثيرة. الاتحاد الأوروبي لوحده مع أمريكا مع الصين يعني يجمعون واحد نصف ما ينبعث من دول العالم، والأكثر ضررا هم دول الجنوب، دول القارة الإفريقية والدول الجزرية. وبالتالي اليوم لازم أن تكون هذه القمة يعني هذه القمة قمة العدالة المناخية، لازم أن نتكلم اليوم عن تعويض هذه الخسائر، تعويض هذه يعني درجة الخطورة التي تعيشها مجموعة من الدول عندما تغمر الجزر يعني المياه. أين ستعيش هذه الدول؟ أين ستحقق أمنها المائي وأمن الغذائي؟ الدول التي تعيش اليوم على يعني وقع الجفاف، على وقع نزلات المياه، خصوصا دول الغرب الإفريقي، السنغال، موريتانيا، المغرب، مجموعة دول تعيش على تهديد يعني الجفاف. اليوم لازم أن الدول المتقدمة التي هي السبب الرئيس في هذه الظاهرة، ظاهرة تغير المناخ، أن تأخذ قرارات وأن تخرج بتوصيات قابلة للتنزيل يعني بعد 18 نوفمبر، يعني من بعد انتهاء فعاليات هذه القمة، قمة المناخ في نسختها 27. السيد محمد بن عبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.